فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن بعض التابعين هم أفضل من بعض الصحابة الذين لم تطل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ما قالوه صحيح؟ هذا كلام باطل. الصحابة لا يساويهم أحد، عندهم ميزة ما هي عند غيرهم، وهي الصحبة، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لا يمكن يفضل عليهم أحد بعدهم. نعم.